سؤال الاخوان كيف تشوفوا؟ يلا دزت الكونترا ديال السيكوريتي حلوا لي كلشي بلاي ستيشن هنايا جايبه معايا الباكاج كامل هنايا خاصني نعاود نورغانيزي هادشي كامل ريح لي الوقت حيتيني يلاه ساليت مع الكونترو ديال الباكاج دازت عليا عرفتي راه شحال جبت الباكاج كامل كيف شفتو في الفيديو الاولاني وفي الاخر لقينا شنو اللي درنا المشكل هذا كامل واحد الموس الموس ديال باش ناكلو الماكله كنت واحد المره مشيت خرجت واحد البلاصه بهذا الساكادو هذا حيت من شحال هذا ما هزيت هذا الساكادو الكحل ونسيت داك الموس تمايا وهاد المدة كامل ما شايفش انا داك الموس تيقول لي راه عندك موس في الباكاج نقول لهم لا ما كاينش بداو تيقلبوا عاوتاني في السكانر تيقلبوا عندي الجياب بزاف ياز ما تقلب ما لقاتش وفي الاخر جبنا الموس وحشمت انا حشمت اش نقول لها الموس قالت لي بغيتي تاخذه ماشي مشكل هذا ديال الماكله بغيتي تاخذه خذه معك قلت لها لا ما عندي ما ندير بيه خفت عاوتاني نلقى مشكل في فرانكفورت حيت هاد الرحلة هادي غادي لألمانيا غادي ندوزو واحد المدة تمايا غادي نمشي لفرانكفورت غادي ندوزو وقيتها تمايا وعندنا من بعد واحد المفاجأة اللي غادي نقول لكم عليها من بعد في واحد الفيديو آخر بالمناسبة أنا اليوم كاين في المطار ديال غوتنبرغ يلا تنشرب واحد الكافي ننسى عليا الستريس ديال الباكاج حيت صراحة دار ليا الستريس جلست في الدار تنستف داكشي عندي الباكاج كثير تنستف داكشي بشويه باش يلاه نقادو مزيان نعرف الباليزه كيفاش تسد جاو جبدوا لي كلشي من الباليزه ماشي مشكل جاب الله جيت انا بكري كون ما جيتش بكري كان يدير لي مشكل كبير ديك الساعه نقدر ما غاديش نشافيها مع ولا ما غاديش نوصل للطياره في الوقت ولكن دازت الامور مزيان بخير وعلى خير المهم كملوا الرحله ديالنا يلاه نشوف واحد شويه تشاو I'd like to welcome you on board. Our Airbus 319 is the name of the entire crew at Lufthansa German Airlines. Our preparations have been finished and we will now be on our way to Frankfurt to bring you there on time and safe as possible. More information during the flight from my colleague, training captain Matthias. Enjoy the flight. ساندويتشي ديال الفرماج واخا ما تناكلش بزاف ما خيار شي اللي كاين عصير والماء ولكن اللي بغى يطلب شي حاجه زايده يطلب اتاي قهوه هادشي بركه ليا انا المهم شادين الطريق به سيدنا اي فوالا وصلنا واخيرا وصلنا لفرانكفورت كيف تشوفوا الاجواء في المطار ديال فرانكفورت المطار ديما عامر ديما فيه الناس كثار ما تحسش بالملل في المطار هذا الجو كيف تشوفوا معنا في فرانكفورت لقيناه مغيم ما تقول راه غير لندن هذه فاش نازلين ماشي فرانكفورت اللي وقع لي في النزله ديال الطياره ما توقعتش غادي يكون الجو مغيم بحال هكا تنسين زعما غادي تنزل الطياره يفوت السحاب عاد باش يبانو الديور والعمارات وعاد تنزل الطياره له فتنتفاجئ باقيين في السحاب تتخبط الطياره بوم او تيقول لك نوض على سلامتك صافي راه وصلنا لفرانكفورت
هاد المدينه هادي ديال فرانكفورت عزيز عليا بزاف، اللي دوز فيها وقيته زوينه صراحه. يجي واحد النهار نعاود لكم على الاوقات اللي دوز في فرانكفورت. هادي تقريبا الخمسة د العشيه، باقي تنسين الاخ ديالي اللي غادي يجي عندي، غادي يجي لهنايا يوصلني. عندنا واحد البروغرام صراحه هنا في فرانكفورت اللي غادي تشوفوا فيديوهات بزاف غادي نديرهم هنا في فرانكفورت. غادي نحاولوا نسافروا شويه في المانيا الى كتاب، وعندنا المفاجاه الاخيره اللي غادي نقولها لكم بعد في شي فيديوهات. اللي الناس اللي متبعيني في انستغرام راه عارفين علي جاي لهنا بالضبط لالمانيا وشنو الحاجه اللي غادي تكون عندنا من بعد، حيت غادي نجلس واحد المده شويه هنايا، ماشي مده طويله، ما تصورش غادي نجلس واحد العام ولا، غادي نجلس غير تقريبا ثلاثه الاسابيع اللي عندي هنايا. ومن بعد غادي نقول لكم فين غادي نمشي. البروغرام حاليا اللي غادي يكون عندي هنا في فرانكفورت، غادي نحاول نساليكم فرانكفورت، شي حوايج اللي تستافدوا منهم، شنو الحوايج اللي تقدر تشوفهم هنا في فرانكفورت، الحوايج المعروفين عندهم. نحاول ما امكن نزور البلايص اللي تنعرف انا شخصيا يقدروا يتشافوا اولا توريهم الناس اللي عزازين عليك، غادي نحاول نوريهم لكم. نتمنى الجو يساعدنا هنايا صراحه، الجو في فرانكفورت حسن من السويد. واخا بان لي انا جاي من السويد جاي من البرد اليوم عندهم ناقص واحد الدرجه، وخليت في غيرنبرغ خليت 7 درجات، زايد 7 درجات، ما فهمتش واش البرد تابعني انا ولا ما عرفت شنو، ماشي تفرق معايا. المهم غادي نحاولوا نديروا شي بروغرام زوين هنا في المانيا، ونستافد انا كذلك، باغي نشوف شي حوايج جداد عليا وكذلك نتوما تستافدوا. ونتمنى يعجبكم الفيديوهات. يلا نتشافوا واحد شويه، تشاو. سيدنا يلا وصلت، خويا طلقني هو جا لعندي. نعرفكم السيد المجيب، ها هو. هاي السلام عليكم. هذا المجيب راه فرانكفورتي، الناس ديال فرانكفورت. مرحبا بكم عندنا هنايا. شكرا.